كارثة مكوك الفضاء تشالنجر وقعت الكارثة في 28 من يناير 1986 عندما تحطم مكوك ناسا الفضائي تشالنجر بعد 73 ثانية من انطلاقه، مما أدى إلى مصرع أفراد طاقميه السبعة وهم 5 رواد فضاء من وكالة ناسا و2 من متخصصي الحمولة. تفككت مركبة الفضاء فوق المحيط الأطلسي قبال الساحل كيب كانافيرال في فلوريدا في الساعة 11:39 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بدأ تفكك المركبة بعد انفصال صاروخ الدفع مما سبب ثغرة في المفصل الذي يحرق الغاز المضغوط من داخل محركات الوقود الصلب، وهو ما أثر على الأجهزة الخلفية المرفقة وخزان الوقود الخارجي وأدى إلى فصل الجزء الأيمن من المركبة وانبعاج الهيكل الخارجي لها ومن ثم تحطمها في المجال الجوي. في نهاية المطاف عثر على مقصورة الطاقم والعديد من الأجزاء الأخرى للمركبة في قاع المحيط بعد عملية بحث طويلة. التوقيت الدقيق لوفاة الطاقم غير معروف، ويذكر أن بعض أفراد الطاقم قد نجوا من الانهيار الأولي للمركبة، وأن المكوك لا يحتوي على نظام نجاة، وأن المقصورة الطاقم اصطدمت بسطح المحيط بقوة، وهو ما أدى إلى صعوبة نجاة الرواد. أدت الكارثة إلى توقف برنامج المكوك الفضائي لوكالة ناسا مدة 32 شهراً وتشكيل لجنة روجرز، وهي لجنة خاصة قام بتعيين أعضائها رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان للتحقق في الحادث. وجدت اللجنة أن اتخاذ بعض القرارات الخاطئة كانت إحدى العوامل المساهمة للحادث، إضافة إلى حدوث مخالفة في قواعد السلامة في الوكالة. تعاقد مديرو ناسا منذ 1977 مع مصممي شركة مورتون ثايكل لتصميم صواريخ الدفع التي صممت بذكاء لتفادي الأخطاء الكارثية، لكنها فشلت في تحديد الخطأ على الأغلب، وأيضا تفادوا التحذيرات من المهندسين على ارتفاع درجات الحرارة حول المخاطر التي يشكلها انخفاض درجات الحرارة في ذلك الصباح على انطلاق المركبة، وفشل تقديم تقرير وافي لتلك المخاوف التقنية لرؤسائهم.